المخرج الكبير خالد يوسف، قبل ما ابتدي معاك البيع والشير عايز اقول لك حاجتين. الاول كل سنه وانت طيب بمناسبه رمضان، يعود عليك بكل الخير والسعاده. انت طيب. الحاجه الثانيه، الخبر اللي انا قريته عايز اتاكد من صحته لانه اسعدني جدا واسعد كل عشاق فنك. هل خالد يوسف ناوي يطلق السياسه ويرجع للفن تاني ولا لا؟ انا خلاص شرعت بالفعل في تنفيذ اول فيلم بعد سنوات من العزله على رأي ماركيز يعني، هو بإذن الله يدخل يعمل فن جديد. طب في سطر كده قبل ما نبتدي البيع والشراء برضه، تجربة السياسة كانت تساوي إيه في حياة خالد يوسف؟ تجربة نتائجها مش إيجابية بالنسبة لي، أنا كنت داخل التجربة ديت من منطلق وطني مش من منطلق سياسي. تمام. أنا كنت فاكر إن أنا من أول مشاركتي في 25 يناير مرورا ب 30 يونيو وحتى هذه اللحظة كنت فاكر إن أنا هأصنع بعض الفارق، بشوف إن أنا لا ما صنعتش الفارق اللي كنت بحلم بيه، صحيح في تأثيرات جزئية كده على مستوى دايرتي، على مستوى فرملة بعض القوانين، على إصلاح بعض مواد القوانين، لكن النتاج العام مش هو ده الفارق اللي أنا كنت بحلم بيه. نبتدي البيع والشراء، بتعرف تبيع وتشتري؟ للأسف لا، ولا عمري كان عندي موهبة البيع والشراء ولا التجارة ولا البيزنس خالص. ممكن تشتري حاجات ملهاش لازمة؟ لا، خد مني بقى الجملة دي، الذي يشتري أشياء ليس بحاجة إليها سيجيء اليوم الذي يبيع الأشياء اللي هو محتاجها. الله عليك. طب ممكن تشتري حاجة وترجع في كلامك بعد ما تشتريها؟ اه طبعا بتحصل. بتحصل. ممكن تشتري حاجة أغلى من ثمنها؟ اه لو عجبتني. في البيع والشراء أنت متردد ولا متأني؟ لا مش متردد خالص. طيب لو اشتغلت بياع تحب تبيع إيه؟ أبيع أفلام. ممكن المكسب يبقى خسارة يا أستاذ خالد؟ لما تبيع ضميرك عشان تكسب فلوس. هي الخسارة بتعلم الشطارة؟ بكل تأكيد. أنت خسرت؟ في التجارة ما تاجرتش أبدا، عمري ما تاجرت فما أقدرش أحسب في حياتك. في الحياة المعارك اللي بتخسرها بتعلم، يعني أنا بعتقد إن كلمة تعلم ديت جملة اللي هي لها معنيين، تعلم فيك وتعلمك. تعلمك. إيه رأيك في المثل اللي بيقول الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد؟ مثل أهبل. ليه؟ لأن مفيش حاجة اسمها كده. طب والمثل اللي بيقول اللي معاه قرش يساوي قرش؟ مثل مادي حقير. موجود دلوقتي المثل ده في بلدنا؟ اه طبعا موجود، وموجود بقسوة كمان. ليه؟ لأن الماديات بقت تساوي دلوقتي قيمة وبتخلي البني آدمين سعر. أنت من أصل المثل بيقول اللي باعك بيعه؟ اه بكل تأكيد. في ناس اشتريتهم وباعوك؟ كتير. عملت معاهم إيه؟ ولا حاجة، قلت نوت إكزيست، ما عادوش موجودين. حصل وحد باع لك الوهم وصدقته؟ لا عمري ما اتباع الوهم. انت ممكن تكون صنعت لنفسك وهم؟ لا عمري ما صنعت لنفسي وهم، لكن كان عندي اماني ممكن الاخر اللي شايفها من بره شايفها وهم لانها ما اتحققتش. ما اتحققتش ليه؟ الظروف الموضوعيه على العرض زي نتائج ثوره 25 يناير و30 يونيو في العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه، كل الاحلام دي ما حصلتش. روايه ممكن تشتريها باي سعر عشان تعملها فيلم او مسلسل؟ اي ورقه من اوراق نجيب محفوظ مستعده ادفع فيها كل ما املك. لو كنت بيع مبادئ وقيم زي ما عمل في روايه ارض النفاق كاتبنا الكبير يوسف السباعي، قول لي مبدا تحب تبيعه او قيم تحب تبيعها للشعب المصري. العداله. انت عارف في مثل قانوني كده بيتقال اذا لم يكن الله موجود فلتسبح بحمد القانون، اللي هو بيصنع العداله بين البشر. طبعا ده مع عدم التجاوز في الذات الالهيه ولا في الاديان، بيقول لك لو لسه ما فيش اديان قبل وجود الاديان، لو كان في قانون اللي هو كاسنان المشط بقى كل الناس تتعامل بنفس المنطق، ما فيش حد مميز قدام القانون. ثلاث افكار في راس خالد يوسف عايز يتخلص منها لان ما بقاش ليها قيمه دلوقتي. لا مش عايز اتخلص من اي افكار حتى ما لهاش لها قيمه، لان انا كل افكاري ومبادئي اللي انا اتربيت عليها انا ما زلت مصر انها لها قيمه حتى لو الناس بدات تبص لها بانها سذاجه. في برامج التوك شو نسبه الاعلاميين اللي باعوا ضمايرهم كام في الميه تقريبا؟ 90%. ليه الانسان في لحظه ممكن يبيع ضميره؟ اغراءات الحياه وقسوة الحياة. في مصر المفروض نبيع ايه ونشتري ايه عشان نصنع مستقبل افضل؟ نبيع النفاق والخوف ونشتري العلم والعدالة. اغلى حد ساكن في قلب خالد يوسف؟ ولادي. امتى تشتري دماغك يا استاذ خالد؟ عمري ما اشتريها حتى لو الظروف اضطرتك؟ مهما كانت الظروف بس ما بعرفش اشتري دماغي. مشهد في عمرك عايز تشتريه باي ثمن عشان ينعاد تاني قدام عينيك؟ لا مشاهد كتيره، مشاهد الفتي مع ابويا الله يرحمه، مشاهد تتلميذي على يد يوسف شاهين، كل في مشاهد جميله اتمنى انها اشوفها تاني واعيشها تاني وتالت. التاجر لما يفلس بيفتش في دفاتره القديمه، انت من النوع ده؟
اي انسان مش انا لوحدي. لو قعدت كده معيش فلوس افتكر ان مصطفى كان عليه ليا فلوس. طبيعي طبيعي. ايه ارخص كلمه في بورصه المشاعر؟ اللي بيستخدموها يستهلكوها كتير هي كلمه الحب، اللي هي اغلى قيمه انسانيه في الوجود هي قيمه الحب. الناس بتستهلكها بكلام مش حاسين بالحب واللي بنحب. حاجه في حياتك بقت خرده وملهاش اي قيمه؟ الموبينات الافلام ال 35 مللي اللي ما عادش. ليه ما تخليها ذكريات جميله؟ ذكريات ما عادش، بس ما عادش لها قيمه. ما عادش ليها. طب حاجه في حياتك عايز تعمل عليها مزاد وتبيعها عشان قيمتها كبيره؟ لا، اي حاجه قيمتها كبيره عندي مش عايز اعمل مزاد، عايز احتفظ بيها. في اشياء اضطريت تبيعها غصب عنك؟ لا خالص. لغايه دلوقتي صفه مش موجوده عندك ونفسك تشتريها؟ شويه خبز. وصفه عايز تبيعها وتتخلص منها في شخصيتك؟ شويه الاخلاص اللي في كل حاجه. عانيت من حاله افلاس في مشاعرك؟ بتمر على اي انسان؟ مرت عليا طبعا. ايه السبب فيها؟ ما بتلاقيش الشخص اللي بتحبه فبتعيش وانت فاضي، ما انتش حاجه مليانه. لما بتفلس في مشاعرك بتشحن رصيدك ازاي؟ لا، ده قضاء وقدر. انك لا تحب حين تختار ولا تختار حين تحب. ده العقاد. ايوه، انما مع القضاء والقدر حين نولد وحين نحب وحين نموت. المخرج الكبير خالد يوسف، لو حد طلب يستلف عقلك شويه ويرجعه لك هتوافق؟ اتمنى والله. طبعا. طيب لو انت حبيت تستلف عقل حد، ممكن يكون عقل مين؟ طه حسين. ليه؟ يعني انا رايي اعظم شخصيه كانت موجوده في القرن العشرين على الاطلاق كان طه حسين. اعظم من مسك بيمين وقلم في القرن العشرين كان طه حسين. اكتر حد اثر في تركيبه شخصيتي وافكاري ورؤيتي للعالم كان طه حسين. ازاي الواحد يبقى غني بالتفاؤل رغم سحابات الكآبه اللي بتحوم حواليه؟ صعبه، بس دي صفات بتبقى موجوده عند بعض البشر ومش موجوده عند التانيين. انه عنده قدره على التفاؤل برغم كل وجود المنغصات اللي موجوده. انت عندك ثروه من التفاؤل؟ انا عمري ما تشائمت. انا في عصر الاخوان اللي هو كان اسوأ عصر مر على مصر، انا كنت متفائل جدا وبقول ان هم هيمشوا بعد سنه. بعد تعويم الجنيه المصريين غرقوا ولا تعبوا ولا فهموا ولا ايه؟ كل دول مع بعض. انا قلت مقوله وناس عبوني عليها بس انا مصر عليها. قول. 20 مليون نزلوا من تحت حد الفقر لتحت حد الكفر، والكفر مش معناه طبعا مع عدم برضو يعني ما هيش بالمعنى البلدي اللي احنا نقعد نقولها للناس كفران. الناس كفران. فرصه نفسك تشتريها؟ نفسي اشتري فرصه لكل مبدع صغير لسه طالع ان تمكنه من ان هو يقدم عمله الابداع. هيجي يوم وتعرف تشتري الفرصه دي؟ انا دايما بسعى فيها ودايما بحاول اساعد اللي اقدر اساعده من المبدعين الجدد في اي مجال. على مدى مشوارك الفني الطويل عرفت تبيع موهبتك صح؟ ما اقدرش احكم، لان انا مش هقول لك بعت تبيع موهبتك، لكن هستبدلها بكلمه تستخدم موهبتك. بدأ انه الى حد كبير. اغلى فيلم في تاريخ خالد يوسف؟ يعني حين ما يصدق. عمل فني ليك عايز تبيعه من تاريخك وما يكونش له اي اثر؟ لا خالص، ما عمري ما عملت حاجه ندمت عليها. هو الغالي ثمنه فيه ولا مش دايما؟ مش دايما. ليه؟ لان احيانا بيبقى مصروف عليه. يعني في افلام مثلا، بالنسبه للافلام، في افلام صرفت عليها 40 50 مليون وهي افلام ما تسويش. اينشتاين قال اغلى شيء في حياتك هو اللي ما تقدرش تشتريه بالمال، صح؟ 100%. ايه اغلى شيء في حياه المخرج الكبير خالد يوسف؟ الحب. موجود؟ موجود، بس ما تقدرش تشتريه بمال الدنيا. بشكله اللي احنا عارفينه ولا موجود بشكل ممكن يكون ضبابي؟ لا لا، بشكله اللي انا اعرفه. انا بعتقد ان اعلى حقيقه الوجود قداسه بعد قضيه وجود ربنا هي الحب، قيمه الحب في حياتي. ايه رايك في اللي قاله الفيلسوف مارك توين بان عدم وجود مال هو اصل كل الشرور؟ لحد كبير صحيح. الفلوس مهمه؟ جدا، احد اسباب المآسي الكبرى اللي موجوده في العالم وعدم العداله اللي موجوده في العالم بسبب توزيع غير عادل للثروه. المخرج الكبير خالد يوسف، تفاعلت ثمن معاناتك كاش ولا تقسيط؟ الاثنين. في حاجه مش عاجباك في فاتوره عمرك؟ انا عايز اقول لك حاجه، انا عندي مبدا، عمري ما ندمت على حاجه عملتها. ممكن ابقى عارف ان انا غلطت لكن ما بندمش، لاني بحكم على الحاجه دلوقتي بمنطق اللي انا وصلت له من خبرات. لو رجع بيا الزمن تاني نفس النقطه بعقلي بدماغي باللي وصلت له ساعتها هعمل نفس الغلطه. ايه اكتر حاجه غاليه في الفاتوره بتاعت عمر خالد يوسف؟ يعني اغلب اللي في فاتوره عمري اولادي، اللي هو الاستثمار الانساني. انا بعتقد انه زي ما بيقول الامين دي كده، ريحه من ريحتك في الارض. لو عرفت تطلع عيل عدل للوطن ده يبقى انت انجزت انجاز كبير. خالد يوسف تقول لي مين اشتروني؟ هقول الحكومه المصريه. اشتروا اللي احنا بنقوله، مش هتخسروا حاجه. كل سنه وانت دايما طيب. وكل سنه وانت طيبين.